طبعا برحب بيك يا احمد اكيد، وبضيفك طبعا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوصي، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد مستمرين معاك ومع كل جمهور النادي الاهلي في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي، طبعا كابتن وائل رياض شيتوس. طبعا كابتن وائل في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا يعني يا كابتن في البدايه خليني اكلمك او اسالك طبعا عن رايك النهارده في الانتخابات، طبعا انتخابات النادي الاهلي، ليه يعني اختيار طبعا مجلس اداره النادي الاهلي الجديد يعني للفتره 2021 حتى 2025؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بقناه النادي الاهلي وبالاخوه اللي في الاستوديو، طبعا بمسي عليهم. يعني زي ما عودنا النادي الاهلي دايما كل واسره النادي الاهلي كلنا بنبقى موجودين بننتخب مجلس اداره، مش عايز اقول جديد، انما يعني مجلس اداره مستمر ان شاء الله في انجازاته وفي الحاجه الكويسه اللي عملها الاربع سنين اللي فاتوا. ان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي دايما بيدي رساله لكل انديه مصر ولكل المؤسسات ان هو يعني بيعمل عمل مؤسسي، بيعمل عمل منظم جدا. ان شاء الله باذن الله يعني الانتخابات تخلص على خير والنتائج تطلع والدنيا تبقى كويسه جدا بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي باذن الله. طبعا يمكن انت حريص على ان انت تكون موجود دايما في كل دوره في كل انتخابات النادي الاهلي، يمكن عايزك بقى تكلمني عن شايف ايه المختلف عن انتخابات السنه دي واي يعني دوره فاتت، مثلا الدوره اللي فاتت او الدوره اللي قبلها. لا يمكن الدوره اللي فاتت كنت برضو متواجد وكنت بدعم قائمه كابتن محمود الخطيب. السنه دي المختلف شويه ان حسام غالي دخل القائمه، ويمكن حسام علاقة صداقة وأخوة وعشرة كبيرة جدا بتربطني بيه، فطبيعي جدا أنا أكون واقف معاه وفي ظهره أنا ومجموعة الزملاء اللي لعبوا مع حسام أو العشر حسام بشكل قوي جدا. فبتمنى له كل توفيق إن شاء الله بإذن الله، هو والوجه الجديد مي عاطف، وكمان دكتور محمد شوقي دخل برضو معاهم في القائمة، فإن شاء الله بإذن الله يعملوا حاجة كويسة، وإن شاء الله يكونوا إضافة للمجموعة بتاعت السنة اللي فاتت، يقدروا يعملوا حاجة بقيادة كابتن محمود طبعا بإذن الله. طبعا يمكن حضرتك ما كنتش متواجد من الصبح بدري هنا في الانتخابات، جيت متاخر شويه، عايز اخد رايك طبعا بقى في التنظيم ويعني الاجراءات اللي كلها اداره النادي الاهلي بتتخذها طبعا مع اعضاء النادي الاهلي، شايف التنظيم عامل ازاي، طبعا تنظيم الدخول والخروج لكل اعضاء النادي الاهلي للخيمه الانتخابيه. انت بتسيحي لي، انا قايل للناس انا جاي بدري على فكره، يعني انا قلت لهم انا جاي من بدري، انت بتقولي جاي متاخر. طيب يعني انا جيت بدري وبعد كده مشيت عملت مشاوير ورجعت تاني، فعشان بس انا مفهم الناس ومفهم حسام ومفهم الناس كلها انا جاي بدري. طيب لا التنظيم كويس، ويعني في الاخر سواء اللي بينتخب حد او بينتخب حد منافس ليه، كلنا اخوات في النادي الاهلي وكلنا اسره واحده وكلنا فعلا بنحب بعض، وبمجرد ما تنتهي الانتخابات النهارده هتلاقي الكسبان بيقول المنهزم بيقول للكسبان مبروك وانا في ظهرك وبدعمك. هو ده النادي الاهلي وهو ده اللي عودنا عليه الجمعيه، اللي عودتنا عليه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، واللي عودنا عليه مجلس اداره النادي الاهلي على مختلف العصور. يعني طب تحب تقول ايه للجمعيه اعضاء الجمعيه العموميه ولكل اعضاء النادي الاهلي النهارده؟ بشكرهم طبعا على تواجدهم وعلى حضورهم، ودايما بيبقوا موجودين في الميعاد، وان شاء الله باذن الله مجلس الاداره اللي هينتخب هيكون قد المسؤوليه وهيعمل لهم حاجه كويسه باذن الله. بشكرك جدا طبعا يا كابتن وائل، وحضرتك كنت موجود من بدري ما فيش اي حاجه، بشكرك جدا طبعا، بتمنى لك التوفيق. ميرسي جدا. شكرا، الف شكر.